هناك طريق طبي لرفع المناعة. أطباء يعملوا الحصة الأولى الثانية الثالثة كيميوثيرابي، من بعد المناعة تسقط من الشخص، تنخفض عنده المناعة، الخلايا الدموية يعني الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والبلاكيت والمسائل كلها تنخفض، خصوص خلايا بيضاء يعني تنخفض، فالطبيب لا يقدر على إضافة يعني حصة أو حصتين. ثم أنه يقول لهذا الشخص يجب أن تستريح وتأكل جيد، لكن تأكل جيد، هذه كلمة تأكل جيد يجب أن نفصلها، هل يأكل جيد سيأكل لحوم أم يشرب لبن أم يأكل سكر، يعني هناك يأكل جيد، فكلمة جيد يجب أن يفهمها المريض، لأن يجب أن يأكل طبيعيا، أن يكون طبخ في الطين بزيت الزيتون وأن يأكل أكل طبيعي، ليس بالضرورة أن يكون لحم، اللحم ممنوع على أصحاب السرطان حتى ولو المناعة انخفضت، ممنوع السكر واللحوم على أصحاب السرطان، لأن الخلية السرطانية تتغذى على السكر وعلى البروتينات، الخلية السرطانية لا تقدر على الدهون، زيت الزيتون لا تقدر عليه، زيت الزيتون يخنق هذه الخلية، لأنها لا تقدر على استخراج طاقة من الدهون، تستخرج الطاقة من السكر ومن البروتينات، ولكن لا تستخرج طاقة من الدهون، لذلك الناس اللي عندهم سرطان يكثرون من زيت الزيتون والشعير. زيت الزيتون الشعير والثوم يعني، وهذا الخشاش اللي كنت نتكلموا عليه مثل الكركم مثل المسائل هذه كلها يكثروا منها، لان علاش؟ لان المضادات للاكسده، هذه المضادات ستحفظ الجسم يعني من التعرض لهذه السموم اللي كان عليه زينوبيوتيك، ولا سموم يعني حتى داخليه ديال الايض ديال الاستقلاب، ولكن عموما يجب على الشخص في اي مرض لعلاج اي مرض ان يتجنب تناول سموم. كاين اشخاص اللي عندهم سرطان لكن باقيين كياخذوا فاست فود وباقيين يشربوا مشروبات غازيه. نعم. كاين الناس عندهم سرطانات مازالين يدخنوا، كاين ناس عندهم سرطانات مازال يعني عندهم المقليات والحلويات يعني كيتناولوها ويعيشون عليها، يعني كاين مازال كيتناولوا القهوه، كاين ناس مازال يتناولوا السكر، كاين هذه اشياء خاطئه.